السلام عليكم. نحب أمي ونحب أبي. واو. ونحبكم يا أصدقاء أنا. ياي. نحن نحب الجميع. عمر وهنا. هيا العبوا معنا واحلموا معنا. واو مدهش. الحمد لله. سوف نمرح معا. عمر وهنا. من الممكن أن نرسم معا. يا أطفال سنزين اليوم غرفة الصف. ياي. لذا لدي مهمة خاصة لكل منكم. ها؟ أريدكم جميعا أن ترسموا أي شيء تحبونه على هذه الورقة، وستعلق أجمل لوحة على حائط غرفة الصف. واو رائع. ياي ياي ياي. أرسموا معا بشكل جميل. سأذهب وأحضر زينات أخرى. حسناً آنسة ليلى. ماذا سنرسم يا أصدقاء؟ أريد أن أرسم رجلاً آلياً. ها؟ وأنا سوف أرسم سفينة. ها؟ ما رأيكم ببطل خارق أيضاً؟ لا لا يا رفاق، الديناصورات رائعة، لنرسم جميعاً ديناصورات. لكن عمر رائع. قبل البدء ماذا نقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حسناً لنرسم. ماذا سنرسم؟ أريد أن أرسم أرانب. وحش، سأرسم وحشاً. سأرسم الكثير من الأزهار الجميلة. لنرسمها جميعاً معاً. هيا. بسم الله الرحمن الرحيم. فارس الخارق ينطلق للإنقاذ. دعوني أقول لكم جميعاً، هذا ليس ديناصوراً. لكن لا يا صوفي، هكذا يرسم. حسناً. يا بنات انظرن، أليس وحشي رائعاً؟ واو له عيون كثيرة. دوري أرنبي له قدمان مميزتان. إنهما ضخمتان. هذا صحيح. لا 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 لا. ها؟ فارس الديناصورات لا تبدو إيه؟ هكذا. تبدو هكذا، أترى؟ لما لا ترسمها بنفسك إذن؟ لن أرسم بعد الآن. فارس، هي فارس انتظر. فارس اندرا. هي صوفي ارسم هكذا. ها؟ سأذهب وأجلس مع فارس. هي صوفي. نرسم بسعادة أنا وأنت معا. أرانب، أزهار، وحش. ممتع جدا. الرسم معا أكثر متعة. فارس اندرو صوفي، تعالوا معي لنرسم سفنا ورجالا آليين وأبطالا خارقين. أنا آسف يا أصدقاء، أرجوكم ارسموا معي. نحن نحبك يا صديقي وتسعدنا.
رائع، لنرسم ثانية. نرسم بسعادة أنا وأنت معا. رجل آلي، سفينة، بطل خارق، ممتع جدا. انتهينا، الحمد لله. أنسة ليلى، انظري. ما شاء الله، كلتاهما جميلتان، جميعكم تجيدون الرسم. هذا صعب. حسناً، أفضل لوحة ستعلق على حائط غرفة الصف هي... شكراً آنسة ليلى، نراك غداً. لا 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 لا، حين نكون لطفاء معا سنشعر بسعادة. السلام عليكم. هل تعلمون يا أصدقاء أن الله يكافئنا على لطفنا وعلى حسن معاملة الآخرين؟ إذن لنكن لطفاء مع الجميع. الحمد لله. أنا الأول، أنا الأكبر. رائحة الدجاج لذيذة. شكرا جزيلا. على الرحب والسعة. أبي، أريد بعض العصير. انتظر يا عمر، أنا أسكب العصير لجدتك. لكنني عطش جدا. كن صبوراً يا عمر، جدتك أيضاً عطشة. احترم كبار السن وامنحهم دورك. احترم من هم أكبر سناً منك. كن مهذباً وعاملهم باحترام. الكبار أولاً؟ تفضل، خذها أولاً يا عمر. وهذه أيضاً. خذ اللعبة أولاً. عمر، عمر، لنقرأ الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. دائرة تصبح وجها ثم أرسم الأذنين. ماذا ترسمين يا هنا؟ دائرتين للعينين. ها؟ أين القلم الرمادي؟ هاي، ها هو. ها؟ هاي، سأستعمله أولاً لأنني الأكبر يا هنا. صحيح، حسناً. تعبت، سأفعل شيئاً آخر. عمر، هنا، تعاليا، سأريكما شيئاً. ترى، واو، صنعت الطائرة الورقية. شكراً يا أبي. على الرحب والسعة، هيا لنطيرها. هيا يا أبي، هيا. ياي. هنا، سأطيرها أولاً لأنني أكبر منك، صحيح؟ شكراً يا هنا. هيا اذهبي. عمر، هنا، لنلعب معاً، حسناً؟ سبحان الله، ما أجمل المكان هنا، نركض هنا وهناك. عمر، أريد أن أطيرها. دوري، دوري، عمر. انتظري، انتظري. لا، أبي. لم ألعب. لا تقلقي، سأصلحها لاحقاً، حسناً؟
لكنني أريد اللعب بالطائرة الآن. ما رأيك بهذا؟ يمكنك أن تلعبي عمر، هنا، انظرا هنا. واو، صنعت لنا أرجوحة إطار. شكرا يا جدي. سأركب أولا. لماذا أنت أولا دائما؟ هذا ليس عدلا. انتظري يا هنا، أنا الأكبر، صحيح؟ هذا ليس عدلا. عمر، هنا، العبا معا بلطف، لا تتقاتلا. حسنا. عمر، لما لا تدع هنا تلعب؟ فهي لم تلعب بعد. لكن جدي، أنا الأكبر، صحيح؟ ألا يجب أن أكون الأول؟ عمر، بالطبع على الصغير احترام الكبير، لكن تذكر أن على الكبير أن يحب الصغير. قال رسولنا الكريم: احترم كبار السن وأحب الصغار وامنحوهم الحنان. كم أحبكما يا عمر وهنا، ونحن نحبك ونحترم الكبار والصغار. شكرا جزيلا يا عمر. شكرا يا جدي. على الرحب والسعة. عمر، هنا، أصلحت الطائرة الورقية. خذي، العبي بها أولا يا هنا. هذا لأنني أحبك حقا. أحب الصغار وامنحوهم الحنان، واحترموا الكبار وسيرضى الله عنكم. أحبوهم واحترموهم وسيرضى عنكم الله. السلام عليكم. هاي، هل تعلمون أننا إن أحببنا الصغار واحترمنا الكبار سيحبنا الله بالتأكيد، فلنحترم ونحب بعضنا بعضا. الحمد لله. نريد جدتي وجدي. السلام عليكما. وعليكم السلام. أين عمر وهنا؟ ها؟ عمر، هنا، اخرجا لنزور جديكما. لم أكن أريد المجيء، أردت زيارة صوفي. وأنا أيضا. عمر، هنا، جديكما من العائلة، علينا أن نحب عائلتنا أولا قبل الآخرين. أبي، زيارة صوفي ممتعة أكثر، لديهم طعام لذيذ وسيارات سريعة. فروم فروم. ستستمتعان هنا أيضا، ستقضيان وقتا ممتعا. عمر، هنا، الطعام. أعد الجد والجدة كل أنواع الطعام اللذيذ. حسناً. هيا عمر وهنا، تناول العشاء. واو، ما كل هذا الطعام؟ يبدو لذيذاً. انتظر دقيقة لندعو أولاً بالهناء والشفاء كلا حتى تشبع. طعمه لذيذ وزيارة عائلتنا تسعدنا. نقضي الوقت معاً ونصبح أكثر قرباً. شكراً جدي وجدتي. نحب عائلتنا والله يحبنا. ها؟ ها؟ هيا. رم رم. هنا، هذا ممل. سيارة صوفي أمتع بكثير. ها؟ هاي، لما لا نذهب جميعا إلى مشغلي؟ يا عمر وهنا، لنصنع سيارة. نصنع سيارة؟
ستريان اجمع القطع معا. هذا ليس صعبا، لونها معا تبدو جيدة حتى الآن. اجمعوها وستصبح لديكم سيارة جميلة جدا. زيارة عائلتنا تسعدنا، نقضي الوقت معا ونصبح أكثر قربا. واو إنها سريعة جدا. نحب عائلتنا والله يحبنا. واو ها 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 أوه لا، لقد تحطمت. إنا لله، أنت بخير عزيزتي. لو كانت سيارة صوفي لما تحطمت هكذا. ماذا يجري؟ أو لا شيء، مجرد التواء بسيط. لا يبدو الأمر بسيطا، لنذهب إلى المستشفى. ها؟ عمر، هنا، لنأكل. لكن أمي، أين جدتي وجدي؟ جدك مع جدتك في المستشفى. ها؟ لكن لماذا؟ يجب أن يتأكد الطبيب من أن قدم الجدة بخير. عمر، هنا، ما الأمر؟ ها؟ أريد جدتي وجدي. وأنا أيضاً. عمر، هنا. جدتي، جدي. نشعر بالسعادة مع عائلتنا، نقضي الوقت معا ونصبح أكثر قربا. الحمد لله. نحب عائلتنا والله يحبنا. نحب عائلتنا والله يحبنا. عمر، هنا، سنغادر الآن. ها؟ أوه، لا أريد الذهاب، أريد البقاء مع جدتي وجدي. وأنا أيضاً. ها؟ لم تحبا البقاء هنا. ما رأيكما بزيارتهما قريباً؟ حسناً. السلام عليكم. هل تعلمون؟ من الجيد التقرب من أفراد عائلتنا، وعلينا زيارتهم وقضاء الوقت معا أيضا. الحمد لله. ماذا تصنعان؟ مفاجأة لوالديك. الحمد لله، الكعكة جاهزة. واو، أبي سيحبها صحيح؟ ها ها ها، بالطبع سيحبها. إن شاء الله. ها ها، نسيت وضع الفاكهة على الكعكة. والدكما يحب الفاكهة. يا إلهي! الله أكبر! الكعكة! 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 هممم
سنفعل؟ نفدت المكونات. لا تحزني يا أمي، كلانا هنا من أجلك، يمكننا مساعدتك لنخبز كعكة أخرى. آه شكرا لكما على الرحب والسعة. أمي ماذا ستفعلين بهذا؟ أحاول صنع كعكة أخرى لكن لا مكونات لدينا، فقط هذا وبعض الفاكهة. الفاكهة؟ ماذا لو أخذنا البطيخة وقطعناها على شكل كعكة؟ ستصبح لدينا كعكة بطيخ. أمي ما رأيك أن نصنع كعكة بطيخ؟ كعكة بطيخ؟ سنقطع الفاكهة على شكل كعكة. واو فكرة رائعة، شكرا يا عمر. على الرحب والسعة. ماذا؟ أولا نقطع الفاكهة سب 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 سب، ثانيا نكدسها هكذا، ثالثا نرتبها نقطعها نكدسها نرتبها. واو أتعرفين أمي، المزيد من الفاكهة سيجعلها أفضل. مزيدا من الفاكهة؟ إذن لنقطف بعض الفاكهة من الحديقة. ياي قطفت بعض ثمار المانجا، ها هي. وأنا أقطف التوت. سنقطف من هنا وهناك. نحمد الله على الفاكهة. لنزين، لنضف القلوب والنجوم. القلوب والنجوم. المزيد من القلوب. المزيد من النجوم. ياه أمي انظري انظري، الكعكة جاهزة. واو صنعتما كعكة جميلة. السلام عليكم. عمر وهنا نظف المكان بسرعة. ها حسناً. أسرع أسرع أسرع. لا والدكما قد عاد. مرحبا. مفاجأة، عيد ميلاد سعيد أبي. واو بسم الله. يا إلهي كعكة الفاكهة لذيذة جدا، حصلت على بطاقة عيد ميلاد وزينة جميلة. من فعل هذا كله؟ شكرا لكم، أحبكم جميعا. هيا لندعو دعاء لعائلتنا. حسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. السلام عليكم أصدقائي، هل تعرفون أن علينا معاملة والدينا بلطف؟ صحيح، حينها سنكون عائلة سعيدة. الحمد لله. لننظف المسجد. يا أطفال، هل أحضرتم كل ما طلبته؟ نعم، أدوات التنظيف. أحسنتم، اقترب شهر رمضان لذا سننظف المسجد جميعا. إذا واظبنا على تنظيف المسجد فسوف يمنحنا الله قصرا في الجنة. ما هو القصر؟ القصر هو عبارة عن بيت ضخم. أستاذ أستاذ، هل ستكون فيه قطة نلعب معها؟
هل هناك طائرات وصواريخ؟ أسماك وقرش وديناصورات؟ ماذا عن الشلالات؟ كل ما تتمنوه فيه ما ذكرتموه من أشياء أو ألعاب وكل شيء نحبه. واو! كل ما نحبه. ستكون هناك أشياء تفوق خيالنا. واو! أريد أن أنظف المسجد. أنظفه جيداً. حينها سأحصل على قصر. رائع! لنقوم بذلك. لنرتب المسجد وننظف. ننظف لنزل كل شيء ونكنسه. النجدة! ها؟ ابتعد ابتعد! ها؟ ما هذا؟ ها؟ ها؟ النجدة! ساعدوني! ها؟ ما شاء الله. الله أكبر. أرأيتم؟ امسحوا هكذا. حسناً؟ حسناً أستاذ. سأمسح الزجاج وأجعله يلمع، حينها سأحصل على قصر. رائع، لنقم بذلك. لنرتب المسجد وننظف. ننظف، امسحوا امسحوا وافركوا. ها؟ الله أكبر. ماذا؟ أوبس، سأمسحها. حسناً، آسفة، لم أقصد ذلك. لا بأس، لنخرج القمامة الآن. ستساعدينني يا هنا؟ بالطبع، أريد أن ألتقط القمامة. ألتقطها كلها، حينها سأحصل على قصر. إن شاء الله. رائع، لنقم بذلك. لنرتب المسجد وننظف. أوه، ها، سألتقط القمامة كلها. ها، هيا. حسنا، نجحت. سألتقط القمامة وأنظف المسجد وأحصل على قصر. إن شاء الله. آسفة صوفي، سألتقطها كلها. حسناً، هنا، لما تبدين حزينة؟ أفسد كل شيء على الجميع لأنني لا أعرف كيف أرتب. الله لن يحبني، لذا لن أحصل على قصر في الجنة. هنا، هنا، من قال إن الله لن يحبك؟ ها؟ مع أنك تعانين، فإن الله يحبك لأنك تنظفين المسجد قدر استطاعتك. أنا واثق من أنك ستحصلين على قصر في الجنة إن شاء الله. هذا صحيح. حقاً؟ الله لطيف جداً. أستاذ موسى، عمر، لننظف المسجد. واو، المسجد نظيف جداً. أحسنتم، أنا فخور بكم حقاً. إن نظفنا المسجد سننال بركات الله وقصرا في الجنة.
إن شاء الله. السلام عليكم. أتعلمون حين نعتني بالمسجد سيمنحنا الله قصرا في الجنة، لذا لنصلي معا ونقرأ القرآن ونتلو الذكر وننظف المسجد. الحمد لله. وقت النزهة. أنا متحمسة للذهاب إلى الشاطئ. الحمد لله. سأبني قلعة رملية كبيرة وأريد أن أسبح. أريد أن آكل البوظة. البوظة، يم يم يم. أمي. وعليكم السلام. نعم سيدي. أوه، الآن؟ لكن سآخذ عائلة. حسنا، بالطبع سآتي حالا. أنا آسف جدا، استدعيت إلى العمل. أيمكننا الذهاب إلى الشاطئ لاحقا؟ أمي، أريد أن أذهب إلى الشاطئ. أها، سنذهب في نزهة على أي حال، لكن لا يوجد شاطئ، أين سنلعب؟ أتعرفان؟ يمكننا التنزه في المنزل أيضا. حقا يا أمي؟ نعم، تعال يا لتريا. ترى. لكن يا أمي، أريد قلعة كبيرة. لكن لدينا قلعة كبيرة. واو، مرحبا، أنا الملكة الأم. واو، أهلا بكما في قلعتي. دوري دوري، أنا فارس شجاع. السيد عمر سيحمي الجميع. ها واو. ها ها. هاي، والآن شاهداني أس. أريد الذهاب إلى الشاطئ، أريد أن أسبح. هنا، انظري إلى هذا، أمواج. واو، أيمكنني السباحة؟ انطلقي. ياي. ما الأمر يا هنا؟ أريد أن أسبح سباحة حقيقية. هنا، لا يمكنك السباحة، لكن لنعد النعمة التي لدينا. انظري على ما تحمدين الله. لعبي؟ الحمد لله، لديك ألعاب جميلة كثيرة. بعض الأطفال ليس لديهم الكثير، لا ألعاب ولا شيء يتباهون به، لكنهم سعداء بفضل محبة الله، لذا علينا أن نقول الحمد لله، الحمد لله. أوه صحيح، لدي ألعاب كثيرة. الحمد لله. لدي مفاجأة، أتريدان رؤيتها؟ أي مفاجأة؟ ترى. بركة. لدينا بركة، الحمد لله، نسبح ونلعب، الحمد لله، نحن جميعا سعداء، الحمد لله، لنقل جميعا الحمد لله، الحمد لله. واو، ألستما سعيدين؟ بالطبع، شكرا يا أمي، بنيت لنا قلعة كبيرة وملأت البركة لنا، الحمد لله. لكن من الأفضل لو كان لدينا بوضة. أها، انتظر هنا يا عمر. تدا،
محبوظة لك يا عمر. ها؟ واو، شكرا يا هنا. يم يم يم، لذيذة جدا. السلام عليكم، لقد عدت. ها أبي. مرحبا. واو، نزهة في حديقتنا، أليست ممتعة؟ طبعا، وستكون أفضل لو كانت لدينا بوضة. بوضة. شكرا يا أبي. العفو، لنأكل معا. حسنا. أوه، سامحوني جميعا. ثانية. حصلت على تذاكر مجانية لمدينة الملاهي. لنقل جميعا الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم. هاي، هل تعلمون أننا حين نشكر الله يزيد نعمه علينا؟ لذا لنقل الحمد لله كطريقة لنحمد بها الله. هاي فارس، ابدأ ببسم الله. نحب الرياضة فهي ممتعة، كرة المضرب والريشة، لنلعب جميعا معا ونحافظ على صحتنا. هيا. ها. ها، هون عليك يا فارس. هي فارس، ما الأمر؟ ضرب البالون صعب جدا. لما لا تواصل المحاولة ولا تنسى أن تبدأ ببسم الله؟ كل شيء يسهل حين نقول بسم الله. أوه. وبمجرد قولها خذ نفسا هكذا. وسنشعر بالسلام إن شاء الله. حقا آنسة ليلى، نريد أن نجرب. جيد، تذكرا قبل البدء نقول بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء يسهل حين نقول بسم الله. هيا. واو، نجحت. ياي، الحمد لله. حسناً يا أطفال، لدي ألعاب ممتعة لكم جميعاً. من يريد اللعب؟ أنا. اللعبة الأولى تسمى لا تسقط الطوق. أوه. عمر هيا. حسناً، لكن قبل البدء علينا أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء يسهل حين نقول بسم الله. استعداد، انطلاق. هيا. لقد أبليتم بلاءً حسناً في اللعبة الأولى. اللعبة الثانية تسمى ارمي وأمسك. واو، عمر سأكون الممسك. حسناً، أكيد. أنا جاهزاً يا عمر، هيا أحضر الكرة. مهلاً يا فارس، قبل البدء نقول بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء يسهل حين نقول بسم الله. مستعد؟ مستعد. خذ. ها، إنها عالية جدا. واو 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 واو. ياي، الحمد لله. حسناً يا أطفال، حان وقت اللعبة الأخيرة. الجميع مستعد؟ نعم. لعبتنا الأخيرة اليوم تسمى
التوازن على العارضة بكرة الطاولة. واو! عمر، أيمكنني اللعب أولاً؟ بالطبع، لكن قبل البدء علينا أن نقول... ها؟ فارس! أنا أحب التحدي، سوف أطير فوق الجسر، هذه اللعبة سهلة. واه! ها فارس. لن أنجح في العبور. فارس، أتذكر ماذا قالت الآنسة ليلى؟ ها جيد، تذكرا. قبل البدء نقول بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء يسهل حين نقول بسم الله. أنا أحب التحدي، اهدأ وإلا سوف تقع، ادعو ليساعدك الله، الأمر بسيط إن شاء الله. واو! بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فارس، ها؟ نجحت يا صديقي. واو، أحسنت فارس. ها؟ ياي. الحمد لله. شكرا عمر. من الآن فصاعدا سأتذكر دائما أن أقول بسم الله. كل شيء يسهل حين نقول بسم الله. السلام عليكم. حين نقول بسم الله إن شاء الله يسهل كل شيء. الحمد لله. قصة عمر وميمي. ولهذا أحب السناجب والأرانب. والطيور والعناكب. حسنا، شكرا لك، فلتعيدي أصدقائك الصغار إلى أقفاصهم. والآن دور عمر. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام. أريد أن أعرفكم اليوم إلى ميمي. أتعرفون؟ لم أكن أحب ميمي. ها؟ لكن لماذا؟ ها؟ مرحبا. أمي انظري ماذا وجدت؟ قطة صغيرة. قطة؟ 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 يمكننا الاعتناء بها، القطة جميلة جدا. حين نعتني بالقطط سيباركنا الله. لكن هنا أنا لا أحب القطط. لا بأس، ستحبها عندما تكبر. ها؟ هنا تريدين اللعب؟ هاي، أين ديناصوري؟ واو! ها؟ هاي، ما بك يا عمر؟ انظر، شعر على وسادتي، سمحتم لها بالنوم عليها؟ عمر أرجوك اهدأ. لن أهدأ، لن أهدأ. القطة لا تعرف. صحيح، صحيح. أفسدت وسادتي شعرها في كل مكان. كن صبورا يا عمر، تنظيفها
القطة، فهي مجرد قطة ولم تقصد ذلك. حاول أن تسامح القطة، فكر كم سنكون سعداء. الأمر ليس سهلاً. ماذا؟ لم تسامح ميمي الصغيرة؟ يا إلهي، انتظروا، لم ينهي عمر قصته. تلك الليلة واجهت صعوبة في النوم بسبب الرعد والبرق. لكنني لم أجدها. أين القطة؟ أين؟ أشتاق إليها كثيراً كثيراً. مي سأسميك ميمي. صديقين حميمين. نحب قطتنا ونعيش سويا بسعادة، سويا بسعادة. السلام عليكم يا أصدقاء، هل تعرفون أن تربية قطة قد تسعدكم كثيرا؟ مثل عمر، لأن لديه ميمي. الحمد لله.